مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها. تعز تقيم معرضا تشكيليا لرسام قتلته ميليشيا الحوثي قبل عام. سجن عريس في عدن احتفل ضيوفه بالقنابل الصوتية. ومن أخبارنا المنوعة، الجيش يتدخل ليروي ظمأ الأبقار في سويسرا. أهلا بكم. تجولت في شوارع وحوار عدن أرصد الوجع المخفي خلف الأبواب، أنصت لصوت أنين الوجع يخترق سمعي. إنه صوت البسطاء ممن لا يجدون قوت يومهم ولسان حالهم أنصفونا. هذا ما افتتحت به فردوس العالم تقريرها في صحيفة الأيام، ولكن عن من كانت تتحدث يقول العنوان: جياع في زمن الشرعية، نازح الحديدة بعدن قصص مؤلمة وحكايات لم ترى من قبل. وتقول محررة التقرير في مديرية الشيخ عثمان بعدن: طرقت بابا تجمع خلفه الألم، كان أول ما وقع نظري عليه مجموعة يصعب على المرء عدها من الوهلة الأولى مجتمعين، أطفالا وشبابا وكبار سن ونساء، كلهم مجتمعين حول وعاء يحتوي أرزا أبيض وعددا قليلا من سمك الباغاذ الحجم الصغير والقليل من البطاط. من هول الصدمة وقفت في مدخل المنزل، لم أستطع تجاوز القاعدين، ثم سألتهم والدهشة تحاصرني وأنا أرى طفلا لم يتجاوز عامه الثاني يمد يده للوعاء ليحصل على نصيبه من لقيمات صغيرة. لماذا يأكل هذا الطفل طعاما غير مناسب لسنه؟ رد أخوه قائلا: خليه يصد جوعه، هذا ما نقدر على توفيره، خليه يعيش. تضيف كاتبة التقرير: في أول وهلة ظننت أنني في إحدى القرى النائية وغير مستوعبة أن ما أشاهده موجود في العاصمة عدن، في هذا السكن البسيط المفتقر لأبسط المقومات قصده أفراد عائلة فرقتهم الظروف وجمعهم نزوحهم من الحرب في سكن مكون من غرفتين وأخرى غير صالحة يضم 25 فردا، بينهم أب مصاب بالسرطان وابنة معاقة ذهنيا وآخر يعاني من جلطة. وما زاد الوجع وجود طفلة بينهم حديثة الولادة. كل هذه الحالات تجمعت في هذا البيت لتحكي قصة وجع نزوح تعيشه أسرة بكامل تفاصيل الألم. هل ستسجل وولتون بارك في لندن كمحطة من محطات التوهان للقضية اليمنية؟ هكذا يتساءل السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان في مقال الذي تنشره بلقيس، مضيفا: يتوقف هذا على ما سيسفر عنه اللقاء الذي جمع السيد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن مع نخبة من أبناء اليمن من السياسيين والمثقفين والمجربين في إدارة الدولة. ظلت بريطانيا ولا تزال متمسكة بالمسار الأممي المكون من قرارات مجلس الأمن لحل هذه القضية، والتي لا خيار أمام المبعوث الأممي فيها سوى التمسك بها إذا ما أراد أن يسهم في إنهاء معاناة هذا البلد من الحرب والأسباب التي قادت إليها. كان لابد من أن تجسد رمزية هذا المكان الذي التقى فيه المبعوث الأممي بهذه النخبة من أبناء اليمن هذا الموقف ويبني عليه مساره العملي، لا سيما بعد أن بدأت ملامح التوهان في المسار الدبلوماسي تتجلى في عدد من الوقائع التي رصدت في أكثر من مناسبة وآخرها اجتماع مجلس الأمن الأخير. لا يشكك أحد في مكانة وخبرة وجدية السيد مارتن، غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أن اليمن لا يحتاج اليوم إلى حوار جديد يبدأ من الصفر، فهناك الكثير من التوافقات التي أنجزت والتي كانت الأمم المتحدة طرفا فيها. مهمته هي مواصلة السير من المكان الذي توقفت عنده العملية السياسية بالانقلاب الدموي الذي صادر الدولة، واستعادة زمام الأمور بموجب القرارات الأممية وما لحق ذلك من جهود في جنيف والكويت. مهمته تصحيح ما لحق بالعملية السياسية والدبلوماسية من اختلالات وما أصابها من فتور وإنهاك، وإعادة ضبط إيقاعاتها حتى لا تخرج عن المسار الأممي. أما إذا فكر في أن يبدأ من الصفر والسير في طريق مختلف، فما علينا إلا أن ننتظر توهانا يدمر كل ما تبقى من حلم بالسلام.
من وراء المتارس وبجوار بندقيته كان الفنان التشكيلي مشتاق العماري يمسك ريشته ويرسم الأطفال ودموع النساء ووجوه الشهداء، مجسدا معاناته المتفاقمة في ظل الحرب التي تعيشها تعز منذ 2015. هذه فقرة من تقرير أعده محرر يمن مونيتور من تعز، وعنوان الموقع: الريشة في وجه البندقية، مستقبل الفن في ظل الحرب اليمنية. وأضاف الموقع متحدثا عن مشتاق: حتى اللحظات الأخيرة في حياة الفنان العماري ظلت الريشة بيده، إلى أن سقط قبل عام حين أصبح هدفا لقناصة حوثي وهو في جبهة الشقب بجبل صبر بتعز. ومشتاق إضافة إلى كونه فنانا تشكيليا، كان طالبا في قسم الفنون الجميلة بجامعة تعز، وقام بدور تنويري ونضالي بريشته، إلا أن الحرب اضطرته للتوجه إلى جبهات القتال للدفاع عن مدينته. بعد عام من مقتله، أقام مكتب الثقافة بتعز وطلاب قسم الفنون الجميلة بجامعة تعز معرضا فنيا في الهواء الطلق للوحاته ورسوماته لتخليد دوره الفني وللتذكير بمعاناة المدينة التي لا تزال تعاني من الحرب بمختلف أوجهها البشعة. يقول مدير مكتب الثقافة بتعز عبد الخالق سيف: إن العمار استطاع أن يمزج ما بين الريشة والبندقية، وأن يمازج ويقدم لنا روح الفنون الجميلة وينقلها معه إلى مترس الدفاع عن تعز ضد الميليشيا الغازية التي حاصرت وما زالت تحاصر وتقصف المدينة. أخطر ما يمكن أن تصاب به الأمم والمجتمعات بسبب تراكم الإحباط هو الماسوشية واستمراء هجاء الذات. هكذا بدأ خير منصور مقاله المنشور في الخليج مضيفا: أوشكنا كعرب على بلوغ هذه الحالة بعد حزيران يونيو 1967، وحين نعود إلى إرشيف ذلك الزمن نجد أن معظم ما نشر من قصائد ومقالات وقع في خطأ جذري حين خلط بين النقد بمعناه الإيجابي الفاعل وبين النقد بمعناه العدمي. وهناك شعوب أيقظتها الهزائم من سباتها القومي وكانت على المدى البعيد الضارة النافعة، لأنها راجعت ثقافتها السائدة وموروثها في جميع المجالات، وأخيراً تداركت ما تبقى. وغالباً ما تضرب اليابان مثالاً في هذا السياق، رغم أن هناك شعوباً أخرى مارست نقداً ذاتياً وساهمت النخب في إنجاز هذه المهمة. وإذا كانت الماسوشية مرضاً نفسياً يفتك بالأفراد، فإنها في حالات تحولها إلى المجتمعات تصبح أشبه بانتحار جماعي وانسحاب من الحلبة، وبذلك تقدم أثمن هدية لعدوها السادي الذي يتلذذ بما يصدر عنها. والماسوشية تعفي أي عدو مما اقترف من جرائم، لأنها تقلب المعادلة وتتولى الضحية بدلاً من جلادها تقريع الذات. إن للنقد حتى لو كان ذاتيا حدودا ما أن يتخطاها حتى يفقد جدواه، ولكي يتحقق الشفاء للمصابين بالماسوشية لا بد من ثقافة مضادة للعدمية واللامبالاة تعيد إلى الإنسان ثقته بنفسه. وإذا كانت الجريمة تكتمل بغياب الشهود فإن الهزيمة تكتمل بالماسوشية. اقتحمت ميليشيا الحوثي إحدى القرى بمحافظة إب وسط اليمن واختطفت عددا من المواطنين في ظل انتهاكات واسعة تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق أبناء المحافظة. وعنوان موقع الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تقتحم قرية في إب وتختطف مواطنين. وقالت مصادر محلية للصحوة نت إن عددا من أطقم الميليشيا الحوثي اقتحمت منزل مواطن بمنطقة السحول شمال محافظة إب واختطفت ثلاثة من المواطنين واقتادتهم إلى سجونها بمدينة إب. وبحسب المصادر فقد اقتحمت الميليشيا قرية الأسهم بسحول بإب وأدهمت منزل المواطن فيصل المحمودي واختطفته مع اثنين من أبنائه الأطفال، وهم سليمان المحمودي 16 عاما وأسامة المحمودي 14 عاما. يفيد الموقع: يتعرض المواطنون بمحافظة إب لسلسلة من الانتهاكات والجرائم اليومية التي تنفذها ميليشيا الحوثي، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 800 انتهاك وجريمة بمختلف مديريات المحافظة.
وبعد أسبوع واحد من سجن عريس في مديرية دار سعد بعدن، قامت قوة أمنية بسجن عريس آخر في مديرية المعلى وعنوان موقع عدن الغد: قوة أمنية تقتاد عريسا وتودعه السجن بعدن. وقال الموقع إن قوة أمنية تابعة لإدارة أمن عدن اقتادت عريسا وأودعته السجن بشرطة المعلى بسبب تفجير مشاركين في موكب حفل زفافه قنبلة صوتية رموها أثناء مرور الموكب وسط الشارع الرئيسي في حي المعلى وإطلاقهم النار الكثيف في الهواء معرضين حياة السكان للخطر. وأضاف الموقع أن شرطة المعلى رفضت وساطات قادها أقرباء العريس لإطلاق سراحه، معتبرة أن قيام أقربائه برمي قنبلة صوتية أثارت هلع السكان في المعلى وشكلت خطرا على حياة المواطنين. ويأتي سجن عريس المعلى تنفيذا لبنود الخطط الأمنية التي أقرتها إدارة أمن عدن وبدأت تنفيذها في المنطقة الأمنية الأولى المشمولة بمدن التواهي والمعلى والقلوعة. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم في كشك الصحافة. ومن أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية حول الشأن اليمني: أيام قليلة تفصل اليمنيين كما تقول صحيفة العرب الجديد عن موعد عرض أول فيلم سينمائي جماهيري يتم إنتاجه في البلاد والذي يحمل اسم 10 أيام قبل الزفة من إخراج عمرو جمال. مخرج الفيلم قال في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام في عدن إن هناك معوقات كثيرة واجهت الفريق خلال تصوير وتنفيذ الفيلم، لكنهم استطاعوا تجاوزها، وكان أكثر ما يحفزهم هو احتفاء الناس بهم في الشوارع أثناء التنقل والمرور في أزقة المدينة لتصوير مشاهد الفيلم. ويسرد العمل قصة عاطفية بين فتاة وشاب في عدن قبل اندلاع الحرب في المدينة، وقد تناول الفيلم ذلك بأسلوب درامي وحبكة مشوقة. تضيف الصحيفة: يتوقع كثير أن يحدث الفيلم نقلة نوعية في الدراما اليمنية المحلية. وفي حديث للعرب الجديد يقول مسؤول الحملة الإعلامية الخاصة بالفيلم علي بن عامر حول هذا العمل بأنه سيكون دراميا واجتماعيا كوميديا بعض الشيء، ويناقش قضية شاب أرهقته الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب مباشرة، فأصبح مشوار الزواج بالنسبة إليه بمثابة التحدي. يركز الفيلم بحسب بن عامر على طبقة اجتماعية معينة، إذ يحكي كيف كان وضعها متوسطا قبل الحرب وأصبحت بعد ذلك طبقة مطحونة. يشير بن عامر إلى أن تحضير الفيلم استغرق أكثر من 6 أشهر، معظمها كانت في عملية كتابة النص والبحث عن رعاة رسميين وتجهيز مواقع التصوير كونه لا توجد في عدن مدن إنتاجية، بينما استغرق وقت التصوير قرابة 2 شهر. ومن المقرر أن يعرض الفيلم في قاعة أعراس تمت تهيئتها لتكون صالات عرض مدرجة، خصوصا أنه لا توجد في مدينة عدن دور سينما. وزير مالية تشيلي الأسبق أندريس فيلاسكو كتب مقالا مهما عن الهوية وعن وجود القادة المتسامحين مع الهويات الذين لا يفرزون الناس على أساس اللون أو الهويات الأخرى الضيقة. وقال في مقال أعادت الغد نشره: الواقع أن الساسة من أمثال نيلسون مانديلا وباراك أوباما يستحقون الإعجاب لأنهم مارسوا سياسات الشمولية، وتحت الخيام الضخمة التي أقاموها يستطيع أي شخص أسود أو أبيض، غني أو فقير، أن يجد لنفسه حيزا ومكانا. ومع ذلك يبدو أن ممارسي الخطاب المثير للانقسام سياسيا أصبحت يدهم هي العليا، فتعد أمور مثل جدار دونالد ترامب الحدودي وحدود فيكتور أوربان المغلقة من أكبر عناصر البرامج الانتخابية قدرة على اجتذاب أصوات الناخبين، ما يدعو إلى التفاؤل أن مثل هذه الأمور ليست الوحيدة الأكثر قدرة على اجتذاب الأصوات، فالديمقراطيون الليبراليون يؤمنون بالصالح العام لمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، ويتمثل التحدي في بناء هوية مشتركة حول قيم ليبرالية وإظهار الفخر ببلادنا لأنها على وجه التحديد تجسد هذه القيم. وهذا هو ما يمارسه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باقتدار شديد.
يساعدنا مثل هذا الحس المشترك الأوسع ليس فقط على المستوى الانتخابي بل وأيضاً على الصعيد الاقتصادي، فالمجتمعات المفتوحة تثقف الناس أو تجتذبهم بالاستعانة بأشكال متنوعة وقيمة من المعرفة، وهي تزدهر بهذه الطريقة، فالتعددية هي الحل، وليس من قبيل المصادفة أن تحظى المدن المتسامحة التي تتمتع بقدر كبير من التنوع مثل سان فرانسيسكو ونيويورك ببعض من أعلى الدخول في أي مكان. هناك إذن ما يمكننا أن نعتبره سياسات هوية ليبرالية، وهي قد تكون شديدة الفعالية، والآن حان الوقت لكي يبادر المزيد من القادة إلى البدء في ممارستها. يتناول الصحفي بول جورني الخلاف الكندي السعودي في صحيفة لافريس الكندية ويقول: بقدر ما ندعم انتقادات كندا لانتهاكات السعودية لا يسعنا إلا التأكيد على افتقارها إلى المصداقية، لأنه مع المملكة البترولية السعودية يمكن تلخيص نهج أوتاوا على النحو التالي: سلحوهم الآن واشجبوا في وقت لاحق. وهكذا يستمر تقليد قديم وهو الانحناء لجمع النقود، ففي الأسبوع الماضي هاجمت المملكة نساءها ومثقفيها مرة أخرى، وسجنت الرياض العديد من نشطاء حقوق الإنسان بما في ذلك شقيقات رائف بدوي سمر. لقد أدانت كندا بحق هذا الاعتداء الجديد على كرامة الإنسان، وحثت وزارة الخارجية في الرياض على إطلاق سراحهم على الفور. ردا على ذلك أعاد السعوديون سفيرهم وطردوا سفير كندا خلال 24 ساعة فقط وعلقوا التبادلات التجارية. صحيح أن كلمة على الفور قوية في اللهجة الدبلوماسية، لكن بالنسبة للبقية رد فعل كندا لم يكن غير طبيعي، وكان تذكيرا بسيطا بالقيم التي ينبغي أن يدافع عنها المجتمع الدولي. كانت أوتاوا قد فعلت الشيء نفسه مايو الماضي بعد اعتقال لوجين الهذلول، وهي طالبة سابقة في جامعة بريتش كولومبيا، وبعد عودتها إلى المملكة العربية السعودية. في كلتا الحالتين فإنه بعيد كل البعد عن التدخل وراء الكواليس أو المناورات التخريبية. مع ذلك في عام 2015 سمحت حكومة هاربر لشركة كندية ببيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 15 مليار دولار، ثم قامت حكومة ترودو بخدمات ما بعد البيع. وعموما أرادت المملكة إرسال رسالة إلى دول أخرى، كما أنها تشعر بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اقترب أكثر من السعوديين من أجل محاربة عدوهم المشترك إيران. الترامبية، الخطر الحقيقي ليس دونالد ترامب. تحت هذا العنوان كتب إريك دريستر مقالا ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد. منذ اللحظة التي انتخب فيها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة تملكني خوف كبير مقيم، وهو خوف لا يعبر عنه أحد في وسائل الإعلام السائدة مطلقا، لأن التعبير عنه سيء للغاية من حيث تعريض صاحبه للتصنيفات، ولا يكاد يناقشه أحد في وسائل الإعلام البديل أيضا، بل ولا يكاد أحد يتأمله، وهو خوف يطارد مستقبلنا. خوفي هو أن الولايات المتحدة تسقط في المستنقع الأيديولوجي للفاشية، وليس بالضرورة على غرار استعراضات الخطوة العسكرية والحشود الشعبية النازية أو ماركة حجرات الغاز من الفاشية، وإنما هو شيء شبيه بها أمريكي بفرادة، لكنه فاشي بطريقة لا لبس فيها. يمكنني أن أسمع مسبقاً أنات بعض زملاء اليساريين من الإشارات المنذرة أو جراءة على قول إن مشروعاً تفوقياً أبيض أبوياً إمبرياليًا واستعمارياً استيطانياً مثل الولايات المتحدة مبنياً على العبودية والنهب والإبادة الجماعية كما كان حاله يمكن أن ينزلق أكثر إلى الهاوية. لكن هذا صحيح تماماً، على حد تعبير بيزارو رونالد ريغان: أسوأ أيام أمريكا لا تزال تنتظر في الأمام، إنكم لم تروا شيئاً بعد. ولكن لماذا أقول إن أحداً في الإعلام السائد لن يقول هذا، في حين يظهر كل يوم في كل أركان الإعلام التقليدي والاجتماعي أن ترامب هو شخص فاشي؟ كيف يمكنني اقتراح أن أحداً لا يناقش تهديد الفاشية في أمريكا عندما يتم تخصيص الكثير من الحبر لمغازلة ترامب أو احتضانه للكثير من عناصر الفاشية الكلاسيكية؟ الجواب بسيط للغاية، ليس ترامب في شخصه هو التهديد الفاشي،
وإنما الترامبية كاتجاه. بالعودة إلى أزمة السعودية وكندا، أيضا كتب موقع البي بي سي بأن رئيس وزراء كندا رفض الاعتذار بشأن تصريحاته عن حقوق الإنسان في السعودية، التي قالت إنها تبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد أوتاوا بسبب انتقادها للمملكة. وتوترت العلاقات بين البلدين عندما طردت الرياض السفير الكندي وسحبت سفيرها وجمدت كل التعاملات التجارية الجديدة والاستثمارات. وقالت الرياض أيضا إنها ستنقل آلاف الطلبة السعوديين الذين يدرسون في كندا للدراسة في بلدان أخرى، بينما قالت شركة الخطوط الجوية السعودية الرسمية إنها ستعلق جميع رحلاتها إلى تورنتو. وأثار انتقاد كندا العلني للحملة التي تشنها الرياض على ناشطي حقوق الإنسان في المملكة غضب الرياض، ولكن ترودو لم يتزحزح عن موقف بلاده وقال: تتحدث كندا دوما بقوة في السر والعلن فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، ولا نود أن تكون علاقتنا بالسعودية سيئة. ومن بين الأخبار المنوعة التي نشرت في العديد من الصحف بينها القدس العربي، نطالع: الجيش يتدخل ليروي ظمأ الأبقار في سويسرا. وقالت الصحيفة إن السلطات السويسرية أعلنت أن طائرات مروحية تابعة لجيش البلاد تشارك في نقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشة جراء الجفاف وموجة حارة تجتاح أغلب أرجاء قارة أوروبا. وأظهر مقطع مصور نشرته قناة إخبارية أمريكية حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة مملوءة بالماء وهي متدلية من طائرات هليكوبتر من طراز سوبر بوما يتم نقلها إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب. وترعى نحو 40,000 بقرة بالصيف في مراعي مرتفعة بولاية فوكونتون غربية البلاد، وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا. الاثنين الماضي قالت الحكومة الاتحادية في سويسرا إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذي يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك في نهر راين. لا تغيب السياسة عن الصور المنشورة في صحيفة الديلي تيليغراف ولا المنوعة منها، وبجولتنا المصورة ننقل لكم جزءا من هذه الصور نتابع. وكيف عبر الرسام الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.